بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أن إنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم
له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدخل الذين
تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض الشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن
فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل حرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع
لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم كثيرا
إن الله لقوي عزيز الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم أصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها
وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلن وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ
ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم
ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون فنعم المولى.